تعمل شكر للرئاسه كلها. بشكرك دكتور ابراهيم، هي المؤتمر دسم علميا، يعني انا الحقيقه استمتع ومش عايز اسيب، لان المحاضرات كلها اختيار جيد، وكل المحاضرين ما شاء الله اكفاء جدا، وربنا يبارك لك ودايما تحافظ عليه باذن الله. الحقيقه الموضوع بتاع الانترستيشن لايك ديزيز احنا مش خلصناه في الادلت علشان ناخده في التشيلدرن، احنا لسه ما زلنا بنحتار فيه في الادلت ومش بنوصل له لدايجنوزس في معظم الحالات الا ما رحم ربي، يعني لو في هيستوري كويس او سمثنج لايك ذات، وبرده البروجنوزس فيه مش قد كده، فالاطفال برده متعثره جدا. بس انا كان نفسي اعرف هل في شروط يعني هم زينا برده ولا لا، فلقيت هم اصعب بكتير. هنشوف الديفينيشن والترمينولوجي، الكلاسيفيكيشن، الدياجنوستيك ايفالويشن، بروجنوزس، تريتمنت، وفي الاخر هنقول الكونكلوجن. هو الحقيقه انا واخده كجلوبال مش واخد ديزيز السيبريت، فالكلام جلوبال يبقى هيشوف الكوزز جلوبال، ازاي ابروتش، ازاي اعمل ديفرنشال دياجنوستس وهكذا. دايما في كلام لما اتكلم على ديفيوز لانج ديزيز ده ترم كبير جدا، ممكن ياخد حاجات متعدده وحاجات انفكشوس وحاجات ليها علاقه بالكارديولوجي زي الكونجيشن وحاجات مالجنسي، فترم كبير جدا الديفيوز لانج ديزيز. الانترستيشن جزء من هذا الديفيوز لانج ديزيز. الاي ال دي نون سبيسيفيك تيرم، وده بيبقى معناه ان في ريموديلنج في الانترستيشن، وده بيأثر على الجاز اكسشينج. في الاطفال ده هيتروجينس جروب ورير اب تو الترا رير. حوالي 200 سبب ممكن يعملوا لنا الانترستيشن لانج ديزيز، بس الحمد لله زي ما قلنا هو رير من 1.5 ل 3.6 بير بيليون. لما احنا نيجي للادلت هنلاقي اضرب في 10، يعني في الادلت هيبقى البريفلنس اعلى من كده بكتير. الانترستيشن لانج ديزيز ان بيدياتريك بيشنت شو ديفرنت فروم ذات ان ادلتس، وذ ايفاست باثولوجي مختلف تماما. في الاطفال للاسف في سيجنيفيكانت موربيديتي ومورتاليتي سبيشالي في السيرفكتن، لانه احنا زي ما هنشوف بعد شويه الاطفال من 0 ل 18. ما اقدرش اخد الانترستيشن لانج ديزيز في الاطفال من 0 ل 18 زي بعضيهم. هم قسموها من 0 ل 2 ومن 2 ل 18، لان الكوزس از ديفرنت توتالي. من 0 ل 2 الكوزس ديفرنت عن 2 ل 18. يعني مثلا لو عندنا سيرفكتنت بروتين بي ميوتيشن، الجين المسؤول عن السيرفكتنت بروتين بي، لو ما عملش لانج ترانسبلانتيشن سو ايرلي المورتاليتي بتبقى 100%. بعض الفروق طبعا مش دي كل الفروق ما بين التشايلد، على فكره هم حطوا كلمه سي اتش اي اللي دي لقوها كده بالصدفه، سي اتش اختصار تشايلد تشيلدرن واي اللي دي فقالوا هنسميه تشايلد. فالفرق ما بين التشيلدرن انترستيشن لانج ديزيز في التشيلدرن والادلت مينلي في المجموعه اللي هي بتبقى في الجروس ابدورماليتي زي الانجلر ديسبليزيا والانجلر كابيلاري ممبرين ديسبليزيا هنشوفهم بعد شويه، والنيورو اندوكراين هايبربليزيا اوف ذا انفانسي، والبرمونري انترستيشن جلايكوجينوزيس والسيرفكتنت بروتين ميوتيشن، دول مش موجودين اتول في الادلت، لكن هما دول سبيسيفيك للاطفال. زي ما شفنا البريفلنس هنا 0.60 لل 100 مليون، هنا لا ده 67 81%، فرق شاسع. هنا اليو اي بي هو اللي دوميننت باثولوجيك فورم، لا هنا مش اليو اي بي هو اللي دوميننت، ما بنشوفوش تقريبا في الاطفال، ولذا يبقى احنا عندنا في فروق شاسعه بين ده وبين ده. زي ما قلنا شويه انه الاي ال دي جزء من ديفيوز لانج ديزيز. الترم تشيلد سندروم هاز بين ادوبتد ان ان ايفورت تو ايدنتيفاي فينوتايب ريكوايرز بروب دايجنوسيس. الشيلد سندروم ريكوايرز ات مور كومن كوزز اوف ديفيوز لانج ديزيز هاف بين اكسكلودد. يعني ماجي الطفل عنده ديفيوز انفلترت ريتيكولار اوباستس وهاني كوميك وعنده جراوند جلاس، عندي لازم الاول عشان اقول ده تشايلد سندروم لازم استبعد النون كوزز اللي ممكن تعمل الديفيوز لانج ديزيز في الطفل. لازم استبعد السيستك فايبروزس، كونجينيتال اند اكوايرد اميون ديفيشنسي، الهارت بروبلمز، برونك بارمولار ديسبليزيا، بارمولار انفكشن، برايمري سيليار ديسكاينيزيا، اند ريكارنت اسبيريشن. هاي ريكارنت اسبيريشن دي في الاطفال فيري كومن، لان طبعا الطفل
كل الطيب بتاع بتسلوي سهل جدا ان هي رجال جديد، ولو حصل لها رجال جديد هتعمل له انترستيشن افكشن، يبقى هاف تو اكسبلود. قبل ان احنا لو لقينا ثلاثه من الاربعه كرايتيريا دول نقدر نقول على ده تشايلد سندروم. ريسبيراتوري سيمتومز عباره عن كف ورابد وديفيكالت بريسنج. ريسبيراتوري سايز زي ريتراكشن وكرابينج وفيلير تو سترايف وريسبيراتوري فيلير او هايبوكسيميا او ديفيوز ابنورمالتيز في تشيست اكس راي او سي تي. ثلاثه من دول هقدر اقول ان الطفل ده عنده انترستيشن لانج ديزيز بروفايدد ان انا اكسكلودنج الاذر كوزز. ويمكن بقى الفين دايجرام ده لخص الترمينولوجي اللي فات ده كله. انا عندي الدايره الكبيره دي كلها اللي هي ديفيوز لانج ديزيز. التشايلد او التشايلد انترستيشن لانج ديزيز هم الحبه دول. انا اكسكلود كل الكومن كوزز زي الانفكشن والاذر كوزز زي السيستيك فايبروزز. حتى ايفن في حبه من دول مسكرين زي الاطفال اللي بيبقى عندهم بارتولاري فيل اوكلوزيف ديزيز كونجينيتال هارت بروبلمز. كل دول بيجوا لي كانترستيشن وهم مش انترستيشن، وعشان كده سموهم المسكرين. يبقى احنا كلامنا على الجزئيه الصغيره دي من خلال الديفيوز لانج ديزيز ده كله. الكلاسيفيكيشن الحقيقه كتيره جدا في الكتب وفي المراجع. يمكن الاي دي اس 2013 هي اكتر واحده لما الموضوع وقسموها زي ما قلنا مور بريفلنت ان انفانسي نوت سبيسيفيك تو انفانسي ومجموعه اند ستيج مش عارفين يعملوا لها كلاسيفيكيشن اند ستيج فايبروزس فسموها ان كلاسيفايد. رجعوا بقى المور بريفلنت ان انفانسي، ودي الحقيقه هي المشكله اللي هي من 0 ل 2 معظمهم بيبقى ديفيوز ديفلوبمنتال ديس اوردرز او لانج جروس ابنورماليتيز او بعض الكونديشن زي النيورو اندوكراين هايبرجليسيا او هرمونال انترستيشن جلايكوجينوسيس. دول انون اتيولوجي، حاجات كده شخصوها مالهاش دول، او سيرفاكتنت ديسفانكشن ميوتيشن ان ادير نوت ابريك دير. يعني مش هنقول لا ده هو بريك دير وعنده لا ان ادير امتى، بس هو عنده ميوتيشن في سيرفاكتنت. مفيش ديسكريميشن، هو اللي عنده ده ممكن يكبر بيه واللي هنا ممكن يجيله ده. يعني ده لو اتولد وما عندوش بروبلم من دول ممكن يجيله ده بس، وعشان كده قالوا ايه مور بريفلنت وده نوت سبيسيفيك، لكن ممكن يكبر وهو عنده الديزيز ده. قسموا تاني اللي هم نوت سبيسيفيك تويمرز لحاجات في النورمال هوست، حاجات ديو تو سيستميك ديزيز بقى زي الكولاجين وزي الكبار. يعني من 2 ل 16 او من 2 ل 18 تقريبا نفس الكوز زي بتاعت الكبار. وديس اوردرز في الاميونو كومبرمايز، ودي للاسف كلها بتبقى انفكشن اكتر. وديس اوردرز زي ما قلنا ماسكريتنج اس انترستيشن، كل واحده من دول تاني تحتيها ديزيزز سبيسيفيك ليها. الادفانتج اوف ذيس كلاسيفيكيشن استراتيجي ان الفيرست كاتيجوري بتجيب لي اكتر اللي في الانفانسي، والسكند كاتيجوري ما بتقولش لا ده دي مخصصه للكبار بس، لا ده برضه ممكن تيجي في الانفانسي. ده الاي تي اس كلاسيفيكيشن الحقيقه بقى على بعضيها. سوري بقى لان الجدول يعني مش هيبقى باين كويس، بس انا اضطريت احطه لان هو مجمع كل الايتيولوجيز اوف ذا ديفيوز لانج ديزيز في الاطفال. ادي اول واحده اللي هي ديس اوردرز مور بريفلنت ان انفانسي زي ما قلنا ديفيوز ديفلوبمنتال ديس اوردرز. اسنر ديسبليزيا كونجينيتال الفرا ديسبليزيا الفرا كابيلاري ديسبليزيا وسبرمونالي فيت مس الاينمنت. دي حاجات ريليتد للديفلوبمنت، اللنج ما حصلهاش ديفلوبمنت بشكل طبيعي. دي حاجات بقى ريليتد للبروس، اللنج ديفلوب بس صغيره، الكافيتي بتاعت السوركس قليله فهي طلع صغيره. او نيونيتال لنج ديزيز وستراكشرال بالمونري تشينجز ديو تو كروموزومال ابنورماليتي واسوشيتد ويز كونجينيتال هارت ديزيز وسبيسيفيك كونديشن اللي هم الاثنين المهمين دول ودول السيرفاكت. ده كله بيحصل في الصغيرين. طب نوت سبيسيفيك تو انفانسي المجموعه دي والار كلاسفايد في الاخر. يعني انا حاولت بقى اخدهم من الجدول الكبير دول واوزعهم بالشكل ده عشان يبقوا باينين اكتر. تاني كل واحده من دول تحتيها ايتمز. دي الكلاسيفيكيشنز كلها. ويمكن الديستريبيوشن بالبرسنتج موجود في الجدول ده. لو احنا جينا شفنا الاطفال الصغيرين وهم لسه موجودين
عندهم اكتر ديفلوبمنتال بروبلمز زي الاسلر ديسبليزيا والكوليجيتال الدر ديسبليزيا والفيرو كابيري ديسبليزيا، وفي بروس ديس اوردر اهي، وفي سيرفكتال بروبلم. كل دول لما الطفل ده يعدي السنتين ما بيبقوش موجودين قبل كده. ويمكن البرسنتج ديستريبيوشن دي هتبقى واضحه هنا من 0 ل 2 بناخد اكتر الالوان دي اللي هي بتاعت كونجينيتال وديفلوبمنتال ابنورماليتيز والسيرفكتال ديس فانكشن او ميوتيشن. الكبار او اللي من طول 18 الاطفال اللي اكتر شويه لا الالوان دي شوفها هنا بقى قد ايه اهو حبه صغيرين جدا. ليه؟ لانه ده خلاص ده معناته ايه؟ معناته ان الاطفال اللي عندها من 0 ل 2 بروبلمز ريليتد للسيرفكتال او كونجينيتال ديسبليزيا مش بيعيشوا قد كده، معظمهم بيضايق. اللهم الا اذا حصل ترانسبلانتيشن سو ايرلي او كان الطفل حظه كويس ويبقى تريتابل. تاني برضه الفروق ما بين 0 ل 2 ل 18 عايز يقول ان هنا النسب بتاع الديفلوبمنتال والجروس والبرمونال انترستيشن جرايكوجينوزس والنيورو اندوكراين هايبر ميزيا وسيرفكس والسيرفكتال النسب بتاعتهم من 0 ل 2 عاليه جدا بالمقارنه بدول. على العكس بقى دول خلاص بقى هنا بقوا شبه متساويين ان لم يكن من 2 ل 18 اكتر. عشان نفهم بقى الديسبليزيا وكونجينيتال والانفلر كابيلاري ريفيو صغير على الامبريولوجي اللي يهمنا احنا في الاتشيست. لان مش هنفهم من 0 ل 2 الاسباب بتاعتها او الايديولوجيز الا اذا تخيلنا الامبريولوجي. Is our understanding of pulmonary organogenesis and its effect on homeostasis will aid in providing useful insight into disease complex and important condition. ده الامبريونيك فيس من الاسبوع 4 للاسبوع 7 بتبدا يحصل وات از كولد ان اللارج باب بتوريجينيت فروم فيكتر فور جاب تاني. ده الباب اللي بيطلع من الفور جاب يجي هنا بيلونجيت شويه، هذا الباب بيطول شويه وبعدين يبدا دي ديتاتش بقى دي الفور جاب لورا لوحديها ده بقى اللارج وهيبدا يبرانش. ده من الاسبوع 4 ل 7 بعد كده بقى تيجي وات از كولد ايه؟ سودو جلانجولار فيز فيرز ار برانشنج ويبني الانفلر دب وبعدين الانفلر دب هتبرانش تاني اللي هو الكاناليكولار فيز والسكولار يطلع السكولار وبعد كده الانفلرايزيشن بتحصل من الويك 36 لسن 21 سنه الانفلوراي ممكن تديفلوب ويحصل وات از كولد الفيولرايزيشن. بس الحقيقه اللي بيحصل في الالفيولاريزيشن اكتر بيحصل في ديورنج الايه؟ الجستيشنال ويك اهم من اللي بتحصل بعد كده. ده تقريبا اللي بيحصل في اللونج سبان. اي بقى بروبلم من البروبلم دي بتارست الجروس في حته معينه وبالتالي الطفل يتولد عنده انترستيشنال بروبلم. نسيب بقى كلاسيفيكيشن والفيو نشوف ازاي نقرب من الدايجنوزس وهل في تريتمنت لهم ولا لا. احنا لازم نعمل لهم دايجنوزس اكيد طبعا. اي طفل هيبقى مولود بستريس الناس كلها هتيجي بيه علشان تشوف وتدخله الحضانه وتفندل وتشوف القوس بتاع الستريس دي ثرو البرزنتيشن الانفستيجيشن اللي هنعملها. و9% من الاطفال اللي عندهم انترستيشن بروبلم عندهم كونجينيتال كاردياك بروبلم ونون انفيزيف طول زي الايكوكارديوجرافي ممكن يجنب الواحد البيوبسي والبان ويجنب الواحد الجينيتك تيستنج والحاجات دي كلها. الايمجنج سموث تشست اكس راي سي تي اتش ار سي تي ام ار اي. هل الام ار اي برضه من الحاجات اللي احنا الامبريشن بتاعنا عنها ان هي مش تنفع في التشست؟ لا بقت في دلوقتي حاجات جديده في الام ار اي وات از كولد ديفيوجن ام ار اي. الديفيوجن ام ار اي ده ممكن يطلع لك حاجات اب تو ان يقول لك الباثولوجي اللي جوه ده ايه؟ فدي جنريشن جديده الام ار اي هيبقى له صيحه في التشست مش زي ما احنا قافلين الباب عليها. البلمونري فانكشن بروكوسكومي وجينيتك تيستنج ولاند بايوبسي وفي الاخر الايه؟ الالجوريزم اللي احنا عايزينه. مهم جدا ان احنا نعمل دايجنوزيس. هل اعمل بقى جينيتك تيست ولا لاند بايوبسي؟ هنشوف بعد شويه. البنفيتس طبعا ان انا اكونفيرم دايجنوزيس وابدا تريتمنت صح وافويد انسيسري اور هارمفول تريتمنت وايدنتيفاي البريسبتنت ايه اللي بيعمله والديسيجن ميكنج اوفر ويت كوستس بتاع الحاجات دي كلها يبقى اي هاف تو دو دا
دايجنوستيك ويك اب، ما اقولش لا مش فيه فايده، لا لازم امشي لان ده هيجنبني مشاكل جديده كتيره عن سعر الحاجات دي. لو الطفل جه على طول بعد الولاده غالبا ده هيبقى سيرفكتنت ميوتيشن او الفيرو كابيلاري ديسبلاسيا. وزي ما قلنا سيرفكتنت دي ده بروبلم، العيانة اتحط على ايكو لغايه ما يعمل ترانسبلانتيشن، ما اتعملش الطفل ده اللي هو سيرفكتنت بي هاي باي السي بيعيش. الالفيرو كابيلاري ديسبلاسيا فيها بروبلم كبيره جدا برضه، ما حصلش لها برونج تريتمنت ما بيعيش الطفل. الحقيقة لو كبر بقى شوية ممكن يبقى فيه أثر كوزس هنشوفها بعد شوية. الساينز هايبوكسيا تاكيبيا ريسيشن كراكلز كل الحاجات دي معروفة. الطفل اللي أكبر شوية أقدر بقى أشوف الفينجر كلابنج، أقدر أدخله أعمل له سبايرومتري، أقدر أعمل له دايجنوزس. زي الكبار بالظبط كيرفول هيستوري الفاميلي هيستوري الإيفاليويشن، أدور على سيستميك ديزيزز أشوف فيها أسوشيتد بارتنر هايبرتيشن ولا لأ، واللابوراتوري تيستس البسيطة. لو انا شفت مثلا انيميا وريتيكولوسايتوزيس ده بيبوينت مي توردس بارولاري هيمورش سندروم. الزينوفيليا تخليني اقدر اقول الفلتر ده ممكن يكون بارازيتك او هايبر سنسيتيفيتي او ازينوفيليك لاون ديزيز او سيستميك ازينوفيليك ديزيزز. الايكوكارديوجرافي هيبعد لي خالص المسكرين، هيقول لي في بارولاري هايبرتيشن ولا لا. الايكوكارديوجرام هيستيميت رايت فنتريكولار بريشر، هي فيجواليز البلمونري فيز بشكل جيد. في الكارديو والفاسكولار انومالي زي ما قلنا في 9% من الاطفال اللي عندهم انترستيشيال لانج ديزيز. وبالمناسبه الحاجات دي معظمها تريتابل، فانا لما اخد دول حتى من بين الانترستيشيال ده انجاز ان انا اخد الجزء اللي هو تريتابل فيهم يعني. تشست اكس راي ممكن تبقى نورمال لكن غالبا ما بتضيفش كتير، فعشان كده بروح للسي تي. السي تي مهم هيقول لي الاكستنت والباتر، وهيقول لي السايت اللي انا ممكن اخد منه البايوبسي وهيمونيتور الديزيز. في حاجه في الاطفال جميله طبعا الاتش ار سي تي والدوز بتاع الراديشن والخوف من اللوكيميا ليه تقول الكلام ده كله كلام فاضي لو انا حطيته بالمقارنه بالاضافه اللي هيعملها لي الابسايدز احسن طبعا اوفر ويت زي داون سايدز بتاعت الراديشن الاكسبوجر. هل الاتش ار سي تي في الاطفال زي الكبار؟ يعني عندنا احنا دلوقتي ممكن نشخص بكومبليت كونفيدنس الاي بي اف بالاتش ار سي تي وما بنديش ايدي على العيان. هل في بعض الديزيزز في الاطفال اللي ممكن تشخص بالاتش ار سي تي؟ عندنا اثنين مهمين جدا، واحد اسمه نيورو اندوكراين هايبر بليزيا اوف ذا انفانسي، وده شكل الاتش ار سي تي بتاعه مميز جدا يعني ما اشوفه كده بالمنظر ده. الليمبولا والميدل لوب هما اللي افكتد وفي هايبر انفليشن وسبيشال ستين زي البومبي سين اسبق بيه التشو ده على طول 100% سبيسيفيستي ان دي نيو اندوكراين هايبر بليزيا اوف ذا انفانسي. فادا اتش ار سي دي ما بديتش ده على عيال عملت جينيتك تيستنج ولا بايوبسي ولا لافاج ولا اي حاجه. مثلا المثال الثاني السيرفكتن سي ميوتيشن، والعيال ده كمان او الطفل ده كان عنده سايت جاله فيروس، السي تي ايمج بتاعه هيبدا هنا جراوند بلس ومعاها ايه بقى؟ معاها انتر لوبولار سيكيدنج ومعاها سيستيك تشينجز. المنظر ده على طول بتاع الكرونيك نيمونايتس اوف ذا انفانسي ومعاها ودي كاركترستيك وبالهيباتوكسين سي اثبتت ان دي كرونيك نيمونايتس. اذا الاتش ار سي تي هيفيدني جدا بالاضافه. مش هفهم بقى الاتش ار سي تي الا اذا كنت فاهم حاجه اسمها السكندري لوبيول، لان السكندري لوبيول ده هو سمولست لانج تيشو حواليها كونكتيف تيشو سيفيا بيضم ما بين 3 ل 23 اسينس مع بعضيهم، بياخد البرونكيول والبلاد سبلاي مع بعضيه. وعلشان كده المفروض اللي جاي دي احلى ادا ايه البرونكوس اللي داخله تربل البرونكيول متفرعه اهي داخله على الالفيولاي اللي هي البيش دي، وادا البلمونري ارتري ده البلمونري فيز دي الليمفاتكس. سيبك من ده برضه، خد السكشن ده انت بقى السكشن ده اللي بنشوفه في السي تي. سنتري لوبيولار اهو ادا البرونكيول وادا البلاد فيز اللي هو البلمونري ارتري. البيش انترا لوبيولار ده الانتر لوبيولار سيبتا. لو انا حفظت دي هقدر اترجم جدا الانتر الاتش ار سي تي بسهوله عشان ما ابقاش متلخبط. وبالتالي كل اللي هيخش جوه السنتري لوبيلر
كل اللي هيخش في الانهاليشن، كل اللي جاي من بره جاي من برونكاي هيخش بالسلتر، فيعمل لي سلتر نيورال ديستريبيوشن. على عكس السيستميك ديزيز زي الساركويدوزس لا هتبقى انت بلوبلر سيكلينج اكتر وهكذا. في بقى حاجه في الاطفال اسمها كنترولد فنتيليشن اتش ار سي. احنا مش هنقول كله بس يعني يعني هنختصر يعني لو هنقعد هنتكلم هنتكلم بالمغرب وهنختصر كل الكلمه. الكنترولد فنتيليشن اتش ار سي تي دوت بيعمل ايه بقى؟ فايدته ايه على الاتش ار سي تي العادي؟ هيفاسيليتيت الاسسمنت والاكستنت بتاع الاير ترافل والجراوند بلاس اوباستس. هيبريفنت الديبندنت اتريكس، لان انا مدي هنا ايه بقى؟ مدي ماسك، مدي بريشر للسيديتد شايلد. ما هو لازم الطفل يبقى سيديتد، هنعيبه ازاي جوه وهو بيعمل اتش ار سي تي؟ فلازم الطفل يبقى سيديتد. فلما اديله ماسك واديله اوكسجين بالماسك هفتح الكولابس الالفيولاي، فالدنيا هتبقى باينه عندي، مش هيبقى فيه كولابس ولا اتاليبسس ولا حاجه. فالماسك فنتيليشن از يوزد تو ديليفر ديب بريسز تو اسيديتد تشايلد ريزلتنج ان شورت بيريد اوف امنيا دورينج ويتش اقدر اصور كويس قوي عن التوتال لانج كاباستي او فانكشنال ريزيديوال كاباستي. السكشن سي دي هتفيد اكتر وهتقلل الدوز بتاع الراديشن. الام ار اي زي ما قلنا لهم فايده بس احنا اللي مش قاليين فيه كتير. في مش عارف دكتور واحد امبارح قال اكيد محاضره كبيره جدا عن بارمونال فانكشن في الاطفال بيستخدموا وات از كولد ريست فوليوم رابت ثراس كومبريشن تكنيك يقدروا يسيدوا الطفل ويقدروا يعملوا بارمونال فانكشن بشكل جيد جدا. لو 10 12 سنه هيقدر يكومينيكيت ويقدر يعمل زي الكبار بالظبط. ده اللي هي ريست فوليوم ثراس كومبريشن. البرونكو ايتلر لافاج مهم جدا بس هو اوف ليميتد فاليو ومش بيعبر عن يعني مش بيعبر عن انترستيشن لانه بيجيب اللي جوه الالفي واي والباثولوجي عندي في الانترستيشن وبالتالي هو بيبقى تعبيره اكتر على اللي جوه الالفي واي فممكن يبقى مش ليدنج لكن ليه بعض الفايده في بعض الحاجات زي ما هنشوف بعد شويه. لكن هو اكتر حاجه بتتعمل لانه سهل تكنيك سهل. ما زال زي ما احنا قلنا هو له ليميتد فاليو بس الاب سايدز بتاعت عمايله احسن كتير جدا من الريسكس بتاعت العمايل. هيدياجنوز بعض الحاجات لما يكون عندي مثلا القصه كلها مايكروبيال انفكشن اعمل لافاج وازرعه واشوفه بالجرام ستيل. لو انا عندي سايتوباثولوجي لاي لوكيميا لاي فلتر للفوم وات ايفر هيقول لي هيموسيدري ريليتد ماكروفاج في حالات الالفيولار هيمورش هيقدر يشخص. البريودك اسيد شيب في حالات الالفيولار بروتينوزس هيقدر يشخص. حتى في الالفيولار بروتينوزس ما هو في كونجينيتال فورم اللي هو نتيجه للميوتيشن بتاع السيرفكتن كولين ستيمولييتد فاكتور ريسبتور 2 الفا وبيتا. لما بيحصل له ميوتيشن بيأثر على الجرانيوسايت ماكروفيج ما بتشيلش من جوه الحاجات اللي جوه الالفيولاي فبتبدا تعمل لي كونجينيتال فورم اوف الفيولار بروتينوزس. بتسجلت لو النيتروفيلز عاليه لو النيتروفيلز عاليه ديزيز تحتيها. لو في ليميت ده معناته في اسبريشن لمامبيك في حالات الاستورج سيلز وهكذا. دي جينيتك تيستنج دي جينز كتيره جدا اللي انا بدور عليها في الاطفال اللي ممكن تعمل لي انترستيشيال بروبلم في ولد عنده زيرو لسنتين. الحقيقه الجينيتك دي كلها عيبها ان هي تايم كونسيومنج وفيري اكسبنسيف وبتتعمل في سبيشال سنتر. وعلشان كده يقول لك لو الطفل ده على فنتليتور وانت عايز تايم اكتر لا خد له بايوبسي. واللانج بايوبسي الافضل نعمله بفيديو اسيستد سوراكوسكوبيك. هتقدر تاخد مالتيبل بايوبسيز الريسك بتاع البوست اوبراتيف هيبقى اقل بكتير جدا من الاوبن لانج بايوبسي. وطبعا شور هتحتاج ستابلر والا هيبقى فيه بروبلم كبيره جدا من اللانج دي ان هي تعمل لك ليك غريب جدا. اوحش اثنين فيهم هنا السيرفكتنت بي سيفير ديزيز فورم زي ما اتفقنا هو والفورك هيد بوكس اف 1 لانه بيبقى معاه بربونر هايبرتنشن والاثنين دول بيبقى عندهم سيفير ديزيز. ده الباثولوجي بتاع السيرفكتنت ديفيشنسي اكتر من جين بيبقى موجود في البيشنت الواحد. دي اكزامبلز بتاعتها كلها. اللانج بايوبسي زي ما قلنا ما اخدش اوبن لا اخد فيديو اسيستنت. ترانس برونكيال ده كلام فاضي البيركوتينيوس لاسنج اتول فهو احسن واحد فيهم الفيديو اسيستنت. والجينيتك تيستنج اخرها لما يكون الطفل محتاج. لما انا اخد بايوبسي البايوبسي اللي هاخده وحتى في الكبار
ما اخدوش كله بهدف كما توكسل ويسين وخلاص وما لجنس وما لجنس، لا ده انا لازم اسيب منه جزء فريش علشان المايكرو بيولوجيكال كالتشر ما احطش عليه لا فورمالين ولا احزنون ولا جلوترا والدهايد ولا اي حاجه، واشيل جزء الجينيتك تيستنج وبعدين جزء صغير احطه في الفورمالين ده بالذات في الاطفال وفروزن بقى للبوسيبل اميوفيلوريسيس از انديكيتد. ده الهاتريك او ده كل الستيننج دي اللي انا ممكن استخدمها. دي بعض الدياجرامات، الطفل لو صغير الجينيتك تيستنج هي الاول، طفل لو كبر اعمل اتش ار سي دي احسن واسرع. كل ده يبقى موجود هنا على البتاع ده، يعني ممكن تتاخد وتتقرا لانها الحقيقه فيها شويه نولج كويسين ودياجرامات كويسه. التريتمنت البروجنوز طبعا فيري باد زي ما احنا قلنا، بيختلف من مكان لمكان، بيختلف على حسب الحاجات. مفيش كنترول ترايلز تقول لك ادي التريتمنت ده، بس انت لو في سنتر اوف اكسبرتيز الاحسن احوله علشان يقدر هو يدايجنوز ويبقى في مالتي ديسيبلينري. احنا بنفتقد الجزئيه جدا، لازم يبقى في بيدياتريك بالمونولوجي يعني واحد من الاطفال متخصص في ده، وراديولوجي وسيرجن باثولوجي مش كده وبس، ده هيلث كير بروفيشنال كسوشيال وركرز ونيوتريشن وجينيتك كونسلنج والاسبيراتور ثيرابيست، كل التيم ده عشان اقدر اعمل شغل كويس في الطفل اللي عنده البروبلم دي. الاميونو سبريشن زي الكبار بس الموضوع هنا مختلف، المفروض يبقى كيس باي كيس. دي التراكس اللي بتتاخد برضو كلها لها يعني سايد افكتس، فلازم تتاخد بحذر بعد كونسلنج. البحث مع التريتمنت بالايه بالحاجات ديت. اللاند ترانسبلانتيشن مهمه جدا لبعض الحاجات زي ما قلنا سيرفكتنت بي والفورك هيد جين، لان دول ما لهمش حلول ادول غير اللاند ترانسبلانتيشن. الطفل على فنتليتور يبقى انا برتب له ان هو يروح يعمل لانج ترانسبلانتيشن. برضه في جزئيه مهمه جدا في قصه الايه؟ السبورت ده مهم. يعني اتليست لو انا يعني اعمل له ادي له سبلمنتال اوبشن سواء انفيزيف او نون انفيزيف، وسمعنا النهارده حاجات مهمه جدا. النيوتريشنال سبورت اقلل الهارم فور انفيرمنتال اكسبوجر، ادي نيموكوكال فاكسين، ادي انفلونزا فاكسين. اميونايزيشن للطفل مهم جدا، وفلاكسز لليوموسيست جيل الفصايل في الاميونو سبريست تشيلدرن سبيشالي. البلافيزو ما جت سيرته النهارده، ده مونو كلونال انتي بودي بروديوس باي ريكومبيتنت دي ان ايه، بيتاخد كبروفلاكسز للريسبيراتور سينسيتيم اللي هو اكتر فايرال يعمل انفكشن في الاطفال. وجدوا ان هو ده مهم جدا، ادور على الجينيتك واجيب الفاميلي لان الفاميلي عايزه تريتمنت اكتر من الطفل، عايزه سايكولوجيست يقعد معاهم ويرتب معاهم الدنيا. يعني بشكركم واسف للطلب.